البحر عميق يا أبي. علينا اختراقه لنصل إلى سحره وجماله يا جاردينيا. والوصول إليه جدير بأن نتحمل كل الصعاب. انظر يا أبي، انظر كم هو ساحر هذا المنظر. إذن إنه يستحق العناء يا جاردينيا، أليس كذلك يا آية؟ إنه يستحق. البحر يفرحني يا أبي. الفرح فيك يا جاردينيا. البحر كائن يا حبيبتي، وربما يسمعنا. إذن هو يتسمع على كلامنا. لاحظي صوت الموج يا حبيبتي، كأنه يضحك. برد تتفتح في صدري، شعور مبهج يداهمني، آلاف الأفكار تدور في رأسي. أنا فرحة يا أمي فرحة. أنت تحبين خالد؟ أحبه بكل جوارحي، أحبه وأحب ابنتي. ولكنه سيرحل وأنا خائفة عليك. ماذا سأفعل يا أمي؟ اسمعي يا حبيبتي، بعد أن كنت على حافة الهاوية أتى هذا الرجل النبيل وابنته وأخذا بيديك، وما قدمه لك هو أثمن ما يقدمه إنسان لإنسان. ولكني يا أمي أحس بأني سأشفى من هذا الداء. ليس على الله من شيء عسير، هو قادر على شفائك، ولكن لا أريدك أن تنصدمي بعد رحيلهما. معك حق، علي أن أضع هذا الأمر أمام عيوني، علي أن أنور نفسي من الآن وصاعدا، علي أن أساعد كل الذين فقدوا التواصل مع الحياة. كرم نفس هذا الإنسان وابنته علماني الأسمى. أرجو الله أن يساعدني لأبذل كل طاقة الحب التي فجرتها معرفتي بهذا الكابتن وابنته لما فيه خير لأمثالي. فليدم الله عليك هذا الفرح. من الآن وصاعدا لا ستائر على المرآة بعد اليوم. يجب أن أرى نفسي كما هي. سأعود للعمل معكما. أنا فرحة فرحة فرحة. حبيبتي، يا الله كم أنا سعيدة يا ابنتي. تصبحين على خير يا حبيبتي. وأنت من أهله يا أبي. أبي؟ نعم يا ابنتي. إلى أين ستأخذنا غدا يا أبي؟ سنقوم بجولة في المنطقة. وهل يمكننا أن نأخذ آية معنا؟ سندعوها يا حبيبتي. هل يمكن أن ندعو آية إلى بيتنا في عمان؟ ولكننا نعيش الآن عند عمتك سعاد في العقبة. أنا أحب أن نعيش في بيتنا في عمان. جاردينيا، بعد مدة سيصبح عملي في مكاتب الشركة وسيقل سفري، وعندها سأكون بجانبك وتكوني قد كبرتي. وهل الآن أنا صغيرة؟ لا، ولكن بعد أن تكبري سنبقى في مسكننا لوحدنا. لو تقولي ماذا في فكرك يا جاردينيا. أنا أحب آية وأريدها أن تبقى بقربي في عمان. لكن يا حبيبتي لها ظروفها ونحن أيضا لنا ظروفنا. ولكنك تهتم بها يا أبي. أنت من دعاني لأهتم بها. على أي حال حان وقت النوم وتصبحين على خير. أتمنى لو تكون آية بقربنا يا أبي. جاردينيا، تصبحين على خير يا حبيبتي. نامي. هل أصبحت أبحث لها عن رواية؟ رواية تأخذها مني؟ أم أردتها قصة أقرأها وتقرأني؟
لي أن أديم لها الفرح، أجعل صورتيها صورة واحدة. كيف؟ أصبحت مسؤولا أمام ضميري نحوها، وأصبحت مسؤولا عن بقاء هذه الابتسامة الحائرة. ولكن سيكون مرجعي لما أريد تحقيقه، ولن يبخل عليك. شكلي مؤذي؟ بالعكس، بالعكس يا آية، الشجاعة التي أقدمت عليها تجعلني أكن لك كل احترام. مساعدتك هي التي محت الغشاوة التي كانت تغلق روحي. سوف أعود للعمل مع خالي وأمي في المنتجع. جيد يا آية، جيد. ولكن من أين سأبدأ؟ أريد لمنتجعنا أن يكون مختلفا عن الفنادق والمنتجعات على الساحل. هل أستطيع أن أستعين برأيك؟ تكلمي يا آية، أنا مصغٍ إليك. كيف لي أن أخفف عن المرضى النفسانيين قسوة جروحهم من خلال منتجعنا؟ يجب أن يتحول هذا المنتجع لمصحة للاستشفاء، وأعتقد يا آية أن الخيال لا ينقصك. ولكن يلزم هذا التحول أمور كثيرة. يلزمه مختصون وأناس يؤمنون بأن هذا المشروع هو مشروع للعمل الخيري. هذا ما أريد تحقيقه، ولكن كيف؟ اعرضي مشروعك على مختصين وستجدين من يشاركك هدفك. وهل يصلح منتجعنا لهذا التحول؟ إنه المكان المجدي لما تطمحين يا آية، ولكن ما تفكرين فيه يتطلب أشياء كثيرة، أخصائيون، أجهزة، مرافق، أمور كثيرة وعديدة. وهل أجد مثل هؤلاء الأشخاص؟ لابد من المحاولة يا آية، وستعثرين عليهم. إني شديدة الحماس لهذا الاتجاه. الحماس هو البداية الصحيحة، ولكن ضعي في حسابك أنك ستواجهين عقبات كثيرة، ولكن بالإيمان والاجتهاد والمثابرة ستزول كل العقبات. أنا حضرت قائمة الطلبات. حضرتها آية، إنها في المكتب. يبدو بأنها عائدة بحماس. بحماس وشوق، وتريد أن نعقد اجتماع لنتدارس بعض الأمور الهامة. بعد الغداء سنعقد الاجتماع. ألو. نعم نعم. يا مرحبا، السيد خالد قد يكون على البحر، هل تريد أن أدون له ملاحظة؟ حالاً حالاً. أيوة. هل هناك شيء؟ هذه رسالة من زوج أختي السيد خالد، وقد يأتي لزيارته هنا. إنني قلق بعض الشيء. لماذا؟ لابد أن الكابتن وابنته سيغادراننا برفقة سهرة. علينا أن نهيئ آية للموضوع. لقد هيأتها لأي شيء طارئ. إنني أفهم عليك ماذا تعمل. أخاف عليك، أخاف أن فرحتها لا تدوم. ماذا سيحصل لها إن غادر السيد خالد؟ كان الله في العون. جميل، جميل جدا. مع هذا البنطال يصبح غاية في الأناقة. حسنا يا حبيبتي، تريدين أن تلبسي هذا؟ ها؟ نعم. ولا تغيري رأيك؟ لا. أأنت متأكدة؟ نعم. حسنا يا حبيبتي. ها؟ عن إذنك يا حبيبتي لأرد على الهاتف. ها؟ البسي لوحدك، لم تعودي صغيرة يا حبيبتي.
ألو نعم. أهلا سيد إدريس، أهلا. متى؟ اتصل من عمان؟ ناصر، نعم. هل أعطيته رقم تليفوني في الشاليه؟ شكرا لك، شكرا. على فكرة لقد حصلت على هاتف نقال. نعم، بإمكانك إعطائه الرقم. سجل 4-6-8-7-4-5 4-5. نعم، شكرا سيد إدريس، إلى اللقاء. مع من كنت تتحدث؟ مع السيد إدريس، وأعلمني أن عم ناصر اتصل به بالفندق. ولماذا لم يتصل لهنا؟ سيتصل يا حبيبتي، لا تقلقي. وقلت للسيد إدريس أن يعطيه رقم الهاتف النقال ليتصل بنا. هل سنمضي طوال النهار نتجول في المنطقة؟ لا أدري يا جاردينيا، ربما طوال النهار، ربما نصف النهار، لا أدري. وهل يمكننا أن نأخذ آية معنا؟ أسئلتك كثيرة لكنها رائعة مثلك يا حبيبتي. لقد اتصل سهر الكابتن. وما المقلق في الأمر؟ يبدو أن إجازة الكابتن قد انتهت. وهل أنت قلقة؟ لأنني أعلم كم أنت متعلقة بهما. أمي، معرفتي بالكابتن وابنته حدث جميل ورائع، لم أكن أحسب له حساب، وإنه ذخيرة لما سيأتي. وإن الله يحبني لأنه عرفني على نموذج الكابتن، وسوى بقي في منتجعنا وغدره، فوجوده عندنا أخذ مكانه. وابنته قد سكنت قلبي، وهذا يكفي. لقد أرحت بالي. علينا أن نهتم بضيوف الكابتن. بالتأكيد، ضيف الكابتن ضيفنا. أما أنت، لماذا لم تغيري ثيابك وتخرجي مما أنت فيه؟ لماذا؟ ما الجديد في الأمر؟ لأن الثياب قد تعبر عن مزاج ونفسية صاحبه، وأنا أرى أن نفسيتك قد تحسنت. لا لا يا أمي، حقيقة هي ما أبدو عليه الآن، لا أريد إخفاؤها. وبالتأكيد توافقينني، فأنا ما زلت حزينة، وما زال سالم يسكن في أعماق البحر. هل سيكون الموج معي؟ رجوت البحر، رجوته ألا يأخذها نحو حزنها. يا بحر، يا بحر، كن مكمن أسرارنا ولا تجعل آية غريبة فيك مثل وليدها سالم. ألو 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 أهلا أهلا ناصر، كيف حالك؟ ولماذا تأتي إلى هنا؟ سبب مجيئي يا عزيزي عمران، الأول يتعلق بعمل في مكتبنا في بيروت. هناك بضاعة كان من المفترض أن تشرو في ميناء العقبة، يبدو أن الباخرة التي ستنقلها تعطلت في ميناء بيروت. سوف أحاول القدوم إليكم من أجل نقلها عن طريق البر. وما
ومتى ستأتي؟ لم يحدد السفر بعد. سأحاول أن أصل بيروت وأنت موجود فيها، وأمضي معك يوما أو يومين. أهلا بك على الرحب والسعة، أكون مسرورا. وما هو الأمر الآخر؟ زوجتك أم جاردينيا نجلاء، وما بها؟ انفصلت عن زوجها الثاني وابل. هذا شأنها يا ناصر. صحيح، لكنها اتصلت بسعاد من أجل جاردينيا. وماذا تريد من جاردينيا؟ لمحت أنها تريد أن تعيد جاردينيا إلى حضانتها بطريقة ودية، يعني باختصار لا تريد أن ترفع دعاوي ولا محاكم. وهل ابنتي جاردينيا قطعة أثاث تستعملها نجلاء متى يحلو لها وتضعها في الفترينة؟ أنا لا أريد أن أثيرك، ولكن لا بد من إعلامك. دعني منها يا أخي، ما بها هذه المجنونة؟ يبدو أنها قد نسيت أنها قد وقعت على أوراق تنازل عن حضانة ابنتها وفي المحكمة. انتهى. لقد علمت بأن سرك الأستاذ ناصر سوف يأتي إلى هنا. أرجوك يا أستاذ خالد أن تعلمني بمجيئه لنقوم بالواجب. شكرا لك سيدتي، شكرا لك يا أخي. هل ستلاحقني نجلاء نحو حبي الجديد؟ هل ستلاحقني بكابوسها الباقي في أحلامي؟ لم تخبرني عن موعد وصولك يا ناصر. ما زالت الأمور غير واضحة. حسناً، اسمع، أريدك أن تعلم الجميع بأن جاردينيا تعيش أياماً سعيدة هنا. نعم، مبسوطة جداً. البحر وفتاة ترعاها. ترعاها هي وليس أنا يا متخلف. فتاة فقدت ابنها في البحر، وما أن رأت جاردينيا حتى باتت تخرج عن وضعها المأساوي. ثم أن هناك لديها مشكلة. لا، ليس لجاردينيا، بل لآية. نعم، اسمها آية. ما هي المشكلة؟ سأخبرك فيما بعد. بالمناسبة ناصر، هل أوصلت لنجلاء أنه ليس باستطاعتي أن أرضخ لطلباتها؟ لكن من حقها أن تراها إذا شاءت. لا أريد أن أطيل عليك. إلى اللقاء. وظفي خيالك، فالخيال نعمة من الله يهبها لقلة قليلة من الناس. أصحاب الخيال الوثاب يستطيعون المرور بين المضائق الصعبة. خيالهم مركب له شراع أبيض يبحرون فيه حول العالم وهم جالسون في أماكنهم. بالنسبة لك، ضعي ما يشغلك على الورق، خطي ما يفتعل بداخلك على دفتر الأيام. آية الكتابة لأمثالك هي تفريغ لشحنة الألم. هي واحة لاستراحة المحارب، وأقل ما يقال فيها بأنها تبعدنا عن الجنون. Thank you.
كيف جاء الحب في زمن السرطان؟ تحويل الفندق إلى منتجع أو مصح يتطلب ثروة طائلة، وأنت تعرفين الحال. أهلاً يا خالي. أهلاً ماما. أهلاً حبيبتي. أهلاً آية. منذ الحادث وزبائننا كل سنة يقل عددهم عن سابقتها، فبالسنة الماضية اضطررنا لبيع قسم كبير من المفروشات لتسديد المصاريف. ولا ندري كيف نؤمن مصاريف هذه السنة. خالي، أمي، نحن الثلاثة ندرك تماماً بأن الحادث قد سبب تراجعاً في عملنا، إلى جانب بأن الناس كلها تعلم بأنني مصابة بمرض له ارتباط كامل بفكرة الموت. وإن أتى هذه السنة زبائن قدامى، ربما السنة المقبلة لن نرى أحداً منهم. لذلك أنا أقول بأنه علينا تحويل هذا المنتجع إلى مصح، إلى مصح لمرضى سرطان. وكيف نقدم على مشروع لا يعرفونه إلا الناس العاديون؟ لوحدنا لا نستطيع. تقصدين إدخال شركاء؟ بل مساهمون، ومن نوع محدد، إما أطباء إما مختصون بالعلاج. سأقترح المشروع أولا إلى طبيب المعالج الدكتور عارف، فهو صديق للعائلة وأهل للثقة، وأعتقد بأنه سينصحنا. هل لي أن أعرف ما الفائدة من إنجاز هذا المشروع؟ إنقاذ ما يمكن إنقاذه بالنسبة لمنتجعنا، هذا أولا. وثانيا، إن الداء الذي أصابني لا يخيف المرضى أمثالي، بل بالعكس سوف يأتون بكل ثقة المرضى والمصابون، فليس هنالك من يدرك معاناة هذا الداء. أنت على درب الشفاء يا آية. ربما هي صحوة الموت يا أمي. لا، لا تقولي هذا. المهم أن تساعداني أنت وخالي لنقوم بعمل مجدي لهذا المكان الذي أقامه أبي. إذن لنجلس مع الدكتور عارف ونعرض عليه الفكرة. لاحظت أن العلاقة بين جاردينيا والسيدة آية أصبحت علاقة حميمة وكأنها أمها. ذلك لأن كل منهما وجدت عند الأخرى ما افتقدته في حياتها. لو لم تكن تلك السيدة مصابة بذاك الداء، هل كنت ستفكر بها كزوجة؟ لا أخفيك يا أبو هارون، آية هي الفتاة التي بحثت عنها طوال عمري. فيها كل المواصفات: رقة، هدوء، نعومة، ثقافة، جمال، هدوء، وفوق هذا جلدها وصبرها. ولكن يبدو أنني جئت في الوقت المتأخر، وكما يقولون تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. لنفترض بأن الله ساعدها على الشفاء، هل كنت ستتقدم بطلب منها كزوجة؟ ببساطة شديدة، آية تعجبني بطريقة انسيابية. أنا برأيي الحب إعجاب واحترام، وهي معجبة بك بطريقة لا تستطيع إخفاءها، وهذا ما جعلني أفكر فيها. يبدو أنها أحست بجدوى وجودها، فالوجود غاية عند المرء حتى يكون فاعلا، وهذا ما يثير اهتمامي بها. نعم يا أبو هارون. هذه هي حكاية عروس البحر يا جاردينيا. أرجو أن تكون أعجبتك هذه الحكاية. ولكن عروس البحر ليس لها وجود إلا في الحكايات. الحكايات هي من صنع الخيال، وفي كل حكاية توجد عبرة، وكلما يريد الناس أن يوصلوا فكرة بطريقة مقنعة يخترعون الحكايات. الحكايات تخترع؟ الاختراع لشيء آخر غير الحكايات. مثل ماذا؟ مثل الطائرات، الكمبيوتر، الغواصات، الآلات، هذه كلها اختراعات،
ولكن لابد أن نقول بأن المخترع بحاجة إلى خيال، وليس هنالك من بين كل ما ذكرته مخترع من دون خيال. ومع ذلك يا صغيرتي، فليس هنالك أجمل من الحكايات، وربما قصتي معكم ستصبح حكاية، أليس كذلك؟ أرجو أن تصبح واقعا. وستكون ذكريات جميلة. والذكرى الجميلة تولد الفرح الصغير، والفرح الصغير هو منبع جبار يصوننا في ساعات الشقاء. أليست هذه كلماتك يا كابتن؟ المهم أن تستمرين بالإقدام على الغاية التي تطمحين إليها. بالتأكيد سأستمر، واليوم سيأتي طبيبي المعالج لأطرح عليه فكرة مشروع، وأحس بأنني سأوفق فيه، لأن سلاحي كما علمتني الإيمان والرجاء والمحبة، إنهم الزاد الحقيقي لرحلة العمر. جيد جيد يا آية، فهذه تباشير الولادة الجديدة. ألم تقل لي علينا أن نؤمن بالمعجزات؟ نعم، معرفتي بابنتك وبك هي المعجزة التي ساعدتني على أن أولد من جديد. بالمناسبة، متى سيأتي طبيبك؟ بعد أن يغلق العيادة. أريد أن أراه. اعتقدت بأنك ستسافر. أنا لم أقرر السفر بعد. علينا أن نقيم وليمة لك ولجاردينيا، فأنتما الوحيدين اللذين بقيا في منتجعنا. الوليمة لوداعنا؟ ليتها تكون للاستقبال فقط، ولكن لكل شيء نهاية، وزيارتك وجاردينيا لنا. ومن يدريك، ربما بدأت. لم أفهم عليك ما تقصد يا كابتن. لا عليك، ستفهمين قصدي خلال هذا النهار. آية، أو تعرفين أين توجد أروع حجرة في الكون؟ لا. في نقاء قلبك، ومنها سيشع الحب على العالم. لقد فرغ المنتجع وأصبح خاليا. ماذا نفعل؟ لا أعلم. هل حسبت العاملين؟ هم يبدلون ثيابهم وسيرحلون، ولكني أبقيت الطباخ ومعه عامل واحد لحين رحيل الكابتن. حسابه جاهز. أتعلمون؟ الكابتن لن يسافر اليوم، هو من أخبرني. وما المطلوب؟ بأن نقيم وليمة على شرف هذه الليلة، ما رأيكما؟ وليمة لا، الرجل يستحق، إن الليلة ليلة الوداع كما أعتقد. إذن سأبقي العاملين قبل أن يغادروا. أنا في المكتب أحضر بعض الأوراق. اذهبي ونامي، فأنت منذ يومين وأنت صاحية. سنين مضت يا أمي وأنا نائمة، حان وقت اليقظة. سنعمل على المشروع الذي سنقيمه نحن ودكتور عارف. آية، لا أريدك أن تبني قصوراً في الهواء، ولا تعتقدين بأن الدكتور عارف سيوافق على مشروعك فوراً. سيوافق، أحسن بأنه سيوافق وسترين. أرجو أن تتحقق أحلامك. جاردينيا، جاردينيا. اجلسي يا حبيبتي وأطفئي آلة التسجيل، أريد أن أتحدث إليك بموضوع. تفضل يا أبي. جاردينيا، قبل مدة تمنيت علي أن أدعو آية لتعيش قربنا في عمان، أليس كذلك؟
وما زلت أتمنى يا أبي. وتعرفي ما معنى هذا الكلام يا حبيبتي؟ أعرف يا أبي. فسري لي إذن كيف سيكون ذلك؟ عليك أن تطلبها للزواج. وهل سيسعدك يا حبيبتي أن أتزوج منها؟ افعل ذلك يا أبي أرجوك. لنكون واضحين كما تعودنا أنا وأنت يا حبيبتي، جاردينيا، أنا أعرف أن الفتيات لا يحبذن أن يشاركهن أحد في حب آبائهم أو أمهاتهم، وأنا حريص كل الحرص على أن تكوني مرتاحة ومستقرة، فأصدقيني القول يا حبيبتي، أتحبذين أن تكون آية معنا في عمان؟ أبي، أنت ضحيت من أجلي، وأنا فخورة بك. وأنا فخور بك يا جاردينيا، وهذه الرحلة نبهتني بأن جاردينيا قد كبرت وأصبحت تعرف كل تفاصيل الحياة. لذلك اخترت آية لتكون أما لي؟ أبي، أنا بحاجة لأم بجانبي يا أبي. جاردينيا، أنا وأنت بحاجة لنعيش في بيتنا مستقرين، ولا يصح ذلك إلا بوجود امرأة ترعانا وتحبنا، وكل هذه المواصفات موجودة في آية، أليس كذلك؟ هل أكون مبروك؟ وتصبحين أول طفلة تخطب لأبيها. أنا لست طفلة يا أبي، أنا كبرت. جاردينيا، تجربتي أنا وأمك صقلت نفسك وجعلتك أكبر من عمرك، ولا ذنب لك. يا ابنتي، كم أحبك. على كل حال، لا عليك، كوني مطمئنة، هذا لا يزعجني، ابنتي كبرت، هذا يعني أنني أكون مطمئنا لو حدث لي أي مكروه. لا سمح الله يا أبي، دعنا نفرح.